السلام عليكم، محمد الوردي إعلامي ومهتم بالشأن الطرقي. فيما يتعلق بالإضراب اللي كان غادي يكون اليوم أمام عمالة مكناس، أنه تم الرفع ديال الإضراب نظرا للتواصل ديال الجهات المعنية، يعني المسؤولين تواصلوا مع الإخوان النقابيين والمهنيين على أساس أنه راه غادي يكون لقاء مع السيد العامل إن شاء الله في حدود واحد 15 يوم، يعني لهذا صافي ترفع الإضراب والمهنيين ينتظرون اللقاء مع السيد العامل.